في شيء طلع ونزل بالبلد؟ أمام تسارع انهيار الليرة اللبنانية في مقابل الدولار بشكل دراماتيكي، لم يعد السؤال لماذا يرتفع الدولار بهذا الشكل الجنوني جائزاً، إنما السؤال الأهم، هل من أسباب لتراجع الدولار؟ بهالبلد كل شيء بيصير بيبقى بيثبت من زمان وجاي، حتى الحرب بلشت وما وقفت. بيتراجع بس وإذا تراجع بعد الأسعار تغلى مبطوطة. لازم، لأنه العالم كيف بدها تعيش؟ ولك الله العليم تطلع روحهم مين ما كان يكون، يعني الواحد لوين ماشي ما حدا بيعرف. يلا اتكلنا على الله. والله ما بنعرف صراحة، يعني عم يشتغلوا فينا ما بنعرف شو بده يصير. إذا ما صار في محاسبة ما حينزل ولا شيء. معقول بضل في خضات بالبلد؟ ما بتعرف. إن شاء الله نتمنى يعني هالشيء. كثيرون يتساءلون ما هي العوامل التي من الممكن أن تكون دافعة لتراجع الدولار في مقابل الليرة. اليوم المشكلة إنه مصرف لبنان فقد القدرة إنه هو يسيطر على سوق الصرف. ليه؟ لأنه الاحتياطي الإلزامي أو اللي عنده إياه من أموال بالعملة الصعبة أو الدولار صارت قليلة. ما بقى عنده القدرة اليوم هو يزد كل أسبوع أو يضخ مليار دولار لحتى يقدر يحافظ على سعر معين أو يلبط سعر الصرف. واليوم الطلب عم يزداد أكثر. ليه؟ لأنه الثقة صارت عم تنفقد أكثر. وإذا ما فينا إلا من نربطها كمان بالوضع السياسي. اليوم عندنا ديدلوك سياسي، عندنا معارك سياسية كبيرة عم تدمر ما تبقى مؤسسة الدولة، واللي شفناه هلأ مؤخرا هاليومين بموضوع القضاء والتحقيقات بخصوص المرفأ، انفجار المرفأ. إذا القضاء اليوم فقد الثقة وفقد المصداقية والشعب اللبناني فقد الثقة فيه، ونفس الشيء فقدنا الثقة بالقطاع المصرفي، يعني القطاع المصرفي نفس الشيء ما عمل شيء. فهيدا كل العوامل هيدي بتأدي لتراجع أكبر للعملة الوطنية اللي هي اليوم ما بقى تسوى شيء. أيام قليلة وتبدأ عملية احتساب قيمة الدولار المصرفي عند 15,000 ليرة، وبالنظر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء فمن شأن الدولار المصرفي الجديد أن يفقد قيمته. هل هذا يعني أن مسألة تذويب الودائع هي سياسة قائمة بحد ذاتها وليست نتائج تدهور عشوائي لسعر الصرف؟ قبل كنا نروح على استعمال دولار الاستيراد. يعني نحن جزء من الخسارة اللي صارت بلبنان والفجوة المالية هي نتيجة انه نحن مثبتين سعر الصرف على 1500، والسعر الموازي كان عم يرتفع وصل ل 8000، عم بحكي اخر 3 سنين، و10000 و15000 و20000، وضلوا التجار يروحوا على المصارف او البنك المركزي ويشتروا الدولار ب 1500. هيدي كانت أداة كمان للنصب والاحتيال وسرقة اموال المودعين والفساد. ولازم يروحوا على حل هو انه انت عندك حساب بالدولار يعطوك دولار، وانت بتقرري كيف تصرف في دولارك، ويحددوا كيف تعميم 158 اللي بيعطوا 400 دولار. كمان يعملوا تعميم بيعطي اصحاب الودائع بالدولار وبدون هالفزلكه وهيدي الكذبه، حسابات قبل 17-20 وحسابات بعد 17-20-2019. ما هون كمان في إشحاق بحق المودعين. إذن عوامل كثيرة تسرع من وتيرة وحجم قفزات الدولار في السوق الموازية، إلا أن العامل الأساسي الذي هو تفلت الانهيار الاقتصادي من أي خطة أو رؤية اقتصادية متكاملة تكفل المعالجة لأزمات خسائر القطاع المالي وتعثر الدولة، بالإضافة إلى أزمة تعدد وتفلت سعر الصرف.